بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا الرياضي الكريم وشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تعالى تنطلق بطولة المرحوم الشهيد حسون فرج المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإدارة الإعلامية، الكابتن فراس والكابتن نهاد. نعم. بطولة الشهيد حسون فرج الله يرحمه. نعم. سنويا راح تكون هذه البطولة، البطولة تتكون من 32 فريق من خارج المنطقة. البطولة إن شاء الله تليق سمعة منطقتنا إن شاء الله. فرق يعني. نعم. كابتن حسن، نريد نعرف الفرق المشاركة من داخل بغداد ومن خارج بغداد. والله من داخل بغداد يعني الأكثريتها. نعم. وفرق يعني من خارج بغداد هم ماكو، وفرق مناطقنا هم ماكو مجاورة إن شاء الله. 32 فريق. نعم. فرق المنطقة التأميم. فرق مناطقنا تقريبا 7 فرق أو 8 فرق من منطقتنا. نعم. قرية 10. قرية 10 4 فرق أو 3. نعم. والباقين بغداد. نعم كابتن، اليوم تعرف اكيد قمة كروية اليوم بين فريق الشهيد حسوني، يعني سابقا خفافيش المستقبل يواجه فريق بغداد جديدة بقيادة عرايب اللامي هذا الكابتن الكبير، اكيد قمة كروية. كلمة لهذا الافتتاح الكبير ولهذه الشخصيات الرياضية الحاضرة. والله ان شاء الله تكون انفتاح يليق باسم الشهيد ان شاء الله. نعم. والفريقين التوفيق للجميع ان شاء الله. كابتن شو ترجح شوط اول المباراة؟ والله تروح للتعادل الشوط الاول احتفاظ، لان ما حد مطلع على الاخ، الفريقين ما لاعبين يعني اول مباراه يتلاقون. نعم كابتن حسن، طبعا احنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تكون بطوله كبيره تليق باسم الشهيد الراحل ان شاء الله. ان شاء الله مشكور كابتن. نعم. اذا جمهور الرياض الكريم ابقوا معنا ولقاءات اخرى. شكرا حبيبي. توكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو جعفر فهداوي قيادي في الحشد الشعبي. اليوم نحضر بطوله حسون الاخ الشهيد حسون فرج رحمه الله ونواسي اهله، وهذه البطوله نهديها لجميع شهداء العراق وعلى راسهم الشهيد حسون فرج. شكرا. يعني لاول مره تحضر هاي البطوله التقليديه للشهيد حسون فرج؟ والله الحمد لله، يعني اغلب البطولات شهداء نحضر، لكن المنطقه شهدت عده بطولات لهذا الشهيد الراحل. صحيح، كانت بطوله هناك بس للاسف ما اسعفني الوقت حتى احضر. نعم احنا نشكرك ونشكر تواجدك. شكرا عزيز، الله يسلمك. الوحيد ايها الشهيد الحبيب، ايها الشهيد الحي، يا راحلا عنا وذكرك لم يزل بين الاحبه بيرقا وضياء. السلام على الاحبه الشهداء، السلام على ساده الاولياء. بهذه القلوب الحزينه وهذه المباراه التي يملأها الفقدان ويملأها الحزن بين أصدقاء الشهيد وأحبائه الذي يقومون بهذه المبادرة، السلام على من رحلوا وتركوا ذكراهم الحاصرة بين قلوب أصدقائه ومحبيه. كل الكلام سيختصر وسيكون قليل، أنا بطبيعة الأمر لا أجد تعبيرا للصديق اللاعب حسون فرج الذي كنا بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي
كبيرة ليس تنطلق في هذا المساء ليس درب القمة ليس كلاسيكو المباريات الكبرى الدوحة التي قد تكون هنا في هذه البطولة في مباريات الكلاسيكو الليلة التي قد تشهد الكثير من الأسماء والكثير من الذين يحضرون يلعبون إلى لبركة الله انطلاقة الكريم. الآن مع فقرة توقعات الجماهير لافتتاح بطولة الشهيد حسوني فرج المقاومة في ملعب الكابتن مصطفى رزاق. كابتن توقعاتك لهذه القمة الكروية؟ 2-1 2-1 خفافيش. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 خفافيش. نعم. توقعاتك كابتن؟ 1 كله بالجزاءات الخفافيش. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-0 الخفافيش. 2-0. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 الخفافيش. توقعاتك حبيبي؟ 3-0 الخفافيش. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 اكيد. توقعاتك حبيبي؟ من الخفافيش وبغداد الجديدة؟ بغداد الجديدة. توقعاتك حبيبي؟ 2-0 من الخفافيش. نعم. توقعاتك حبيبي؟ نتيجة كده خفافيش. السلام عليكم. توقعاتك حبيبي؟ 2-0 للأخضر. نعم. توقعاتك حبيبي كابتن؟ 2-1 إن شاء الله. نعم. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله 2-0 للخفافيش. السلام عليكم. توقعاتك حبيبي؟ خفافيش بحيل الله إن شاء الله. إن شاء الله نتيجة كده إن شاء الله. نتيجة كده 2-0 2-0 بعدات. نعم. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله 2-0 للخفافيش. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-0. لا لا لا. شنو رايك بالكابتن حسن السرايك كمنظم للبطولة؟ والله ان شاء الله زين. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-0. 2-0. خفافيش. رايك بالكابتن حسن السرايك كمنظم؟ معدل. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 للخفافيش. نعم. توقعاتك؟ 3-1 للخفافيش. توقعاتك؟ 3-1 للخفافيش. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 للخفافيش. نعم. توقعاتك؟ 1-1 للخفافيش. توقعاتك حبيبي؟ 2-0 للخفافيش. اذا جمهور الرياض الكريم ازيد توقعات تشير الى فوز فريق الخفافيش. ابقوا معنا مع توقعات الشخصيات الرياضيه داخل الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور الرياض الكريم، ينتهي الشوط الاول لافتتاح بطوله الشهيد حسوني فرج المقاومه في ملعب الكابتن مصطفى رزاق بالتعادل الايجابي 1-1. معي الان بالاستوديو التحليلي الكابتن سيد رضا البخاتي والكابتن علي شايع. سيدنا العزيز، اكيد شوط اول رتم قوي للفريقين مع تقدم فريق الخفافيش وعوده لاجواء المباراه لصالح فريق بغداد الجديده. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله الشهيد حسون فرج. طبعا هي البطولة نحن انه باسم الشهيد رحمه الله، فافتتحوها الفريق اللي يمثل الشهيد حسون اللي هو فريق الخفافيش، وان شاء الله كل فرق المنطقة هي تمثل الشهيد. طبعا الكابتن عادل انا من المدربين اللي اسميه ابو عقل بصراحة يعني. وبدأ بداية متوازنة، نزل بالتشكيلة يعني اغلب اللاعبين بطابع دفاعي بصراحة، لانه هم يعني يريد يشوف المنافس، هم هو عنده اصلا هم معلومات عن فريق المنافس، فكان اكو توازن بالفريق. نعم اكو كان تراجع. الفريق اللي مقابله فتح له مساحات هوايه، لعب كره قدم يعني هجوميه بحته بصراحه يعني. اللي صار انه استغلوا هاي الانفتاح اللي صار عند الفريق بتسديده، وكان ممكن بعد هاي التسديده كان ممكن اكو فرصه وفرصتين ممكن يطلع بهدفين او ثلاثه على الاقل. بس تسرع المهاجمين امام المرمى حقيقه اضاع عليهم اكثر من هدف. الفريق المنافس فريق محترم، فريق معروف بامكانياته. الهدف اجى عن طريق مجرد شروط ذهن من المدافعين حقيقه، ركزوا مع الحكم، ركزوا مع الجدار، ركزوا كذا، نسوا ما ركزوا مع الكره حقيقه. والمطلوب من اللاعبين انه التركيز دائما على الكره. فكان تعادل ايجابي، انا بوجهه نظري اشوفه تعادل عادل لما قدم الفريقين. كان يعني التعادل اعتبره ايجابي يعني. نعم. نرجع الكابتن على شيء. كابتن شاهدنا يعني فريق الخفافيش بعد تسجيل هدف مستواه تراجع فنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ارحب بك كابتن نهاد وكابتن فراس ووت. نعم. ضيفك الكريم كابتن سيد رضا. نعم. طبعا افتتاح جميل للبطوله المرحوم حسون فرج. الفريقين بدايه طبعا لعبوا بتحفظ اكيد. تقريبا اول 7 دقائق 8، بعدين اجى هدف مباغت من قبل الخفافيش كابتن علي جاسم. نعم. شفنا الفريق الخفافيش تراجع، طبعا رجوعه كان
رجوع سلبي عليه، لذلك سجل حتى يعني ماكو ضغط على يعني مستلم الكرة يعني على حامل الكرة صحيح، لأن فريق بغداد جديد طبعا يلعب كرة حديثة يعني وهدوء صح، وخصوصا اللاعب 25 يعني لاعب ما يستر عندهم يعني إمكانية. كابتن إيه نرجع الكابتن، كلمة الختام لما ترجح كابتن الشوط الثاني؟ والله بصراحة يعني صعب جدا انه ارجح فريق على فريق لان المستوى متقارب، تبقى انه خطأ مدافع خطأ مهارة مهاجم، بس اعتقد وجهة نظر انه المباراة ما راح توصل للجزاءات، اعتقد ستحسن بالشوط الثاني. الكابتن احد الفريقين راح يفوز، اعتقد 3-2 تنتهي لاحد الفريقين. نعم كابتن، كابتن علي توقعتك نتيجة الشوط الثاني؟ يعني تعادل فين كل يعني. نعم. إذا الجمهور الرياض الكريم الآن عودة إلى معلق المباراة ستوري بروتانا. العدسة الذهبية لفراس سبورت وستفرح في كثير من المباريات في الكثير في هذا الكثير من المباريات ولا الأحداث ولا الشك عليك أفضل وعلى كرة تصويبا مع الأفضل على مستوى النادي الإعلامي استفرح أكيد كلمته الذهبية الكبيرة الذي يعبرون بها من خلال اللقاءات ومن خلال تغطية المباريات، وهذا لا ليس بالمتيح وليس بالجديد عليه مع بطولة الأمر، لأن النجاح يبدأ من خلال انطلاقة قوية ويبدأ من خلال عمل مستمر ويبدأ من خلال تغطية كبير وحضور الكثير من المباريات وتشجيع الكثير من النشاطات الرياضية حقيقة على المحطات الرياضية في الإعلام الرياضي. السفاح لديكم والإعلام جدا قوي طبعا في بطولة الأمر، أيضا لا ننقص حق فراس سبورت الإعلام المميز والحاضر في الكثير من المباريات. شكرا لكم لأنكم تحضرون وتغطون الكثير من المباريات. نعم يا سيدي أنا أطلب مناشدة من ناصر الخليفي مدير قنوات البياد أن يعطي فرصة للسفاح ولفراس سبورت بتغطية مباريات الدوري الإنجليزي. الله الله الله.